أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس وهذه عناوينها: إغلاق معبر حدودي مع الجزائر بسبب اتساع رقعة الحرائق، ومدينتان تونسيتان ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم، والمنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا. أعلنت لجنة مجابهة الكوارث في جندوبة غلق المعبر الحدودي بملولة بتبرقة مؤقتا في إجراء وقائي وتحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من معتمدية عين دراهم، وذلك بسبب اتساع رقعة حرائق الغابات التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي. ارتفعت عائدات شركة الخطوط الجوية التونسية بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعادل 217 مليون دولار مقابل 172 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس. أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل الإضراب الذي كان مقرراً ليومي 20 و21 جوليا 2023 إلى يومي 20 و21 سبتمبر القادم، وذلك إثر جلسة صلحية مع وزارة الصحة. صنف موقع إلدورادو ويدر متخصص في أحوال الطقس مدينتين تونسيتين ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية، وجاءت مدينة تزر في المرتبة 14 بتسجيلها 47 درجة مئوية فاصل 2 متبوعة بمدينة القيروان التي سجلت 47 درجة مئوية فاصل 1. قال وزير التربية محمد علي البوغديري إن عدد المعلمين الذين حجزت الوزارة مرتباتهم بسبب حجب نتائج الامتحانات لم يتجاوز 12,000، لافتا إلى أن أعدادهم في تراجع مستمر. كما أكد الوزير أن ما يحصل الآن على مستوى التعليم الأساسي لا يرتقي إلى مستوى الأزمة. تأهل المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لأقل من 16 سنة، تأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة أفريقيا، وذلك عقب فوزه على نظيره المغربي ب 69 مقابل 42، وسيلقي المنتخب التونسي في الدور النصف النهائي يوم غد الجمعة نظيره المالية. نهاية النشرة، في أمان الله.